هنبدأ نضغط على كلمة طباعة. أهي بدأت الطبعة، نفذت لي الأمر. والملف دي، الملف ده كان صفحتين أهو، انطبعوا من الصفحتين دي الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نطبع من التليفون بسهولة وبسرعة؟ عندي هنا الطبعة بتاعتي اللي هي الكيوسيرا اللي هي التريان في أدلر بي 5035. أنا عندي عدة أشياء لابد من توفرها لسهولة الطباعة من التليفون. أول شيء إن الطابعة بتاعتي تكون متوصلة بكابل نت ومتعرفة شبكة، هذا أول حاجة. تاني شيء إن التليفون اللي أنا هنطبع من عليه يكون مربوط بنفس الشبكة اللي هي شبكة الواي فاي. طيب تالت شيء اللي هو ايه؟ اللي هو نكون منزل تطبيق ومثبته على التليفون اللي هو حضراتكم شايفينه ده هو، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه نوكو برينت. نوكو برينت ده هنجيبه منين؟ طبعا من متجر بلاي، هنبدأ نبحث عنه ونبدأ نثبته. طب بعد ما عملت الثلاث خطوات المهمين جدا دولت نعمل ايه؟ انا فتح الطبعة بتاعتي امام حضرة، الطبعة مفتوح، نخش عليها بقى من التطبيق نفسه، مش هنخش من الملف اللي انا عاوز نطبعه، لا ده انا هنضغط على نوكو برينت اللي هو التطبيق ده كده. طبعا هنا هو تطبيق مجاني، فبقول له واصل مع الاعلانات مش مشكلة، هنضغط عليه. هنلاقي الطبعة تحت، بص ظهرت فوق اهي اللي هي البي 5035. الطبعة مادام ظهرت كده وظهر قدامي مكتوب ايه؟ الصور والرسومات والوثائق وصفحات الانترنت. لو انت عاوز تطبع صورة هتضغط على الايقونة الاولانية. طب انا عاوز نطبع وثائق، هنبدأ مستندات يعني، وطبعا هنا البي دي اف، يعني مش هنجيب ملف وورد ونحاول نطبعه، هنبدأ نضغط على الوثائق. هيبدأ يظهر لي الملفات اللي عندي كلها اللي متحملة عندي، سواء كانت على التليفون او موجودة او حد بعتها على الواتس او اي شيء. هنشوف الملف اللي انا عايز نطبعه موجود فين. انا مثلا عاوز نطبع الملف ده هو اللي هو اختبار المستوى التمهيدي ده، وهنبدأ نضغط عليه كده. بعد ما ضغطت عليه بالمنظر دي هيبدأ يظهر لي، بص، أيقونة الطباعة. نركز بقى هنا، طبعا أنا لو ضغطت طباعة دلوقتي هيضغط على الإعدادات الافتراضية للطابعة بتاعتي، لكن أنا المفروض نضغط على شوية البيانات اللي موجودين خاصين بالطابعة الأولانيين ده هم كده. بص بقى إيه اللي حصل، ظهرت لي إعدادات الطباعة، ودي أهم شيء. بالنسبة للنسخ مثلا اهي مكتوب نمرة واحد، قصدي نسخة واحدة، الصفحات الكل، اذا كنت عاوز نطبع صفحات معينة، طباعة متعددة مكتوب منفردة، الطباعة على الوجهين جانب واحد، خيارات الحجم والتخطيط هنضغط عليه. بص اتجاه الورق والهوامش والموضع وتحديد حجم الصفحة، الحجم الاصلي ولا مقياس التناسب ولا تقلص لتناسب، هنختار مثلا اللي انا مختاره دي، والا هتلاقي الصفحه مش مظبوطه، هتلاقي الصفحه صغيره. هي الموضوع بصراحه بالنسبه للاعدادات عايز مناحيه شويه، ونبدا نجرب ونشوف الوضع ايه، وفي الاخر خالص هنبدا نضغط على كلمه طباعه. اهي بدأت الطبعة، نفذت لي الامر. والملف ده، الملف ده كان صفحتين
اهو انطبعوا الصفحتين، ادي الصفحة الاولي وادي الصفحة التانية. نتمنى دعمكم ونتمنى الفيديو يكون افاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الفيديو إذا عجبكم الموضوع الرجاء التكرم بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب، وبعدين نفتح السهم ده ونضغط على الكل ليصلكم جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الفيديو أو شير.